خلينا ناخد رأي واحد من نجوم الكرة الفرنسية، برنار كازوني، نجم طبعا منتخب فرنسا والمدير الفني السابق لفريق أولمبيك مارسيليا، وبالمناسبة هو واحد من اللاعبين اللي حققوا بطولة دوري أبطال أوروبا مع مارسيليا في بداية التسعينيات. هو ضيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بداية طبعا نشكره على مشاركته معنا، وأهلا وسهلا بيك في السادسة، برحب بيك على شاشة الأهلي. ميرسي ابو بونسوار. شكرا جزيلا. يعني بداية وقبل ما اتكلم في مشوار فرنسا في البطولة، خليني اخد رأيك وانطباعاتك عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم. ازاي شفت الافتتاح؟ ازاي شفت مباراة او ضربة البداية بين الاكوادور وقطر، والنهاردة انجلترا وايران؟ أعتقد أن الفرق في القارة العربية أنهم سيواجهون صعوبة في جميع المباريات، ضد اللعب ضد أمريكا اللاتينية وأوروبا، ولهذا لأن المدوريات ليست بنفس القوة مثل الدول في أمريكا الجنوبية وأوروبا. ولكن اعتقد ان قطر ايضا لديهم لاعبون على مستوى جيد. يمكن تفاجئ بان قطر ستلعب بهذا الشكل. يعني يمكن ردا على الكلام ده بيحضرني الحقيقه مثال مواجهه مصر وبلجيكا، حتى وان كانت مباراه وديه قبل بطولة كأس العالم، واستطاعت منتخب مصر انه يفوز بنتيجة 2-1. فبعتقد في ماتشات كتيرة جدا ممكن كل الفوارق تدوب وتبقى 90 دقيقة يعني خارج نطاق التوقعات. سيوجد دائما مفاجآت في المباريات. نحن نرى ان المنتخب السنغالي سيلعب مباراة رائعة امام المنتخب الهولندي. اذا ومصر كانت في مواجهة السنغال في مباراة نهائية، لهذا هما فرق على مستوى كبير ويستطيعون ان تحقيق المفاجآت دائما. طيب خليني اخد رأيك عن الغيابات بداية. يعني بيغيب عن منتخب فرنسا في البطولة عدد من الأسماء الكبيرة، ومنهم اللي كان يعني عامل أساسي في تتويج فرنسا باللقب الأخير في روسيا 2018، نجوم زي بول بوجبا، نجولو كانتي، وأخيرا كريم بنزيما. هل تعتقد أن الأسماء دي ممكن تأثر على فرص فرنسا في الحفاظ على اللقب؟ طبعا ثلاث لاعبون لديهم الخبرة، هما حصلوا على أوروبا، بنزيما الذي حصل على العديد من الجوائز والألقاب وهو أفضل لاعب في العالم، ولهذا سيؤثر بشكل قوي على المنتخب الفرنسي. ولكن المنتخب الفرنسي في هذا التوقيت لابد أن أتأقلم مع اللاعبون المتواجدين، هم يمتلكون لاعبون رائعين ويجب أن يحققوا نتائج جيدة لأنهم لديهم لاعبون رائعين مثل مبابي. يجب أن لا ننسى مبابي. طيب قبل ما أتكلم على خط هجوم فرنسا، مين الأسماء اللي بتشوفها الأمثل أو الأنسب لتعويض غياب نجولو كانتي وبول بوجبا في خط وسط منتخب فرنسا؟ يوجد اللاعبون شباب لديهم زي شاوميني وعديد من اللاعبين الجيدين الذين لديهم العديد من الإمكانيات والمهارات، وأنهم هذه الآن فرصتهم لإثبات نفسهم في هذه المباريات، وهم لاعبون لأندية كبيرة، إذا فهم يستطيعون أن يكون في مكان جيد. ولكن طبعا الخبرة قد تفرق، ولكن سوف نرى إذا كانوا يستطيعون أن يؤدوا بنفس الأداء الذي يؤديه اللاعبون الذين غابوا. ولكن يوجد ايضا لاعبون جيدين مثل جيرو، ومنتخب فرنسا يمتلك لاعبون رائعون في خط الهجوم. كان قرار ديدي ديشان انه ما يستبدلش او ما يستدعيش لاعب بديلا لكريم بنزيما مثار تساؤلات، وفي نفس الوقت مثار انتقادات كثيره جدا، والبعض يراها مغامره غير محسوبه. هل بتتفق ام بتختلف مع ديدي ديشان في النقطه دي تحديدا؟ ديشان. اكوتي يجب أود أن أقول لكم، مدرب ديشان هو مدرب كبير حصل على 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 ألقاب كثيرة، ولهذا أعتقد أنه هو يستطيع، لديه كلمة، هو دائما ما سيكون محل نقد، من هذا الطبيعي، وسنرى النتائج ما ستحدث. لكن اسمح لي في الجزئيه دي تحديدا، البعض بيعتبرها مغامره غير محسوبه. يعني اسمح لي، وارد جدا في بطوله مجمعه بحجم كاس العالم انه قد يصاب لاعب
فيخرج من الحسابات، وقد يطرد لاعب اخر في مباراه وتبحث عن البديل فلا تجد. يعني كان من الوارد ومن الافضل استدعاءه، واعتقد ان فرنسا مليئه بالنجوم اللي ممكن تملا او تكون بديل لكريم بنزيما. ولكن لماذا لا يجب ان يعني يستبدل اللاعبين؟ اعتقد انه يرى الاهم هو جوده اللاعبين، وفي النهاية هي وقراره، ويجب احترام قراره. هو يمتلك الخبرات الكبيرة وحصل على لقب، ولهذا يجب إعطاء الثقة. ودائما ما نتحدث، وإذا فاز سنقول أنه كان على اختياراته جيدة، وإذا هزم سنقول هزم. تعتقد أن فوز ديشان بالبطولة أو باللقب، تحقيق اللقب مع منتخب فرنسا، هو الضمان الوحيد لاستمراره، وانه كل الامور يمكن قبل البطوله بتقول انه دي نهايه مشوار دي ديشون مع منتخب الفرنسي؟ طبعا اذا فاز بلقب اخر مع منتخب فرنسي سوف سيفعلون له تمثال في فرنسا، هو سعيد في هذا الوقت سيستحق هذا. كل البطولات ستكون صعبة جدا، ولكن هو ليس الفريق الأفضل الذي يفوز دائما. الفريق الذي يمتلك اللاعبين الأفضل ليس هو الفريق الذي يفوز دائما. الفريق الذي يكون في افضل وقت التركيز، الفريق الذي يمتلك العديد من الـ من الـ من الخبرات، ومع عامل التوفيق ما يفعل الفارق في واللاعبون الذين يشاركون في بطولات كثيره ليس معنى انهم الافضل. هو فقط جوده اللاعبين ما تؤدي، ليس عن العدد، ولكن نتحدث فقط عن اللاعبين المميزين. طيب خلينا نروح لبدايه المشوار، خليني اروح لبدايه مشوار فرنسا في البطوله والمجموعه اللي تعتبر سهله نسبيا مقارنه بالمجموعات الاخرى. بنتكلم على مجموعه فيها فرنسا والدنمارك وتونس واستراليا. هل بتشوف عشاق المنتخب الفرنسي تعودوا الحقيقه على مفاجات غير ساره دايما في الاضواء او في البدايات، هل بتشوف ان المجموعه سهله فعلا وبتتفق على انه المنتخب الفرنسي ضمن مكانه في التاهل لدور ال 16، ولا بتشوف ان في مواجهات ممكن تكون صعبه على فريق ديدي ديشان؟ كل المجموعات هو الماتش الذي يحدد، لأن كل المباريات صعبة. إذا كان الفريق الفرنسي يتمنى أن يستكمل مشواره، هو عليه أن يؤدي بشكل قوي، لأنك إذا واجهت السنغال لعبت أمام هولندا ورأناها أنها أدت العديد من المشاكل أمام المنتخب الهندي وكانت أفضل من المنتخب الهندي. ولكن لا يوجد ماتش سهل، لا يوجد ماتش سهل، لا يوجد أن نقول أن في مباراة سهلة. نسخة فريق قوي جدا. نسخة 22 أو المجموعة اللي معاها فرنسا في 22، مين ترشحه كمنتخب أنه يصعد مع فرنسا لدور ال 16 من المنتخبات الثلاثة؟ إذا ما صعدت فرنسا يعني. أعتقد الدنمارك أفضل فريقين فرنسا والدنمارك هم الأقرب، ولكن يجب أن نتوقع المفاجآت. نعم، يوجد دائما الشروط والإمكانيات، اللاعبون الأفضل يصنعون الفريق طبعا، ولكن مستوى اللاعبين ما سيحدد في هذه المجموعه. تصريحات ايجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا وكلامه على انه المجموعه الحاليه من اللاعبين افضل من المجموعه اللي فازت او اللي حققت اللقب سنه 2018، هل بتشوف لي فارق كبير من ناحيه الاسماء من ناحيه الكواليتي في منتخب فرنسا؟ ومن وجهه نظرك ايه حظوظ المنتخب الفرنسي في تحقيق اللقب السنه دي؟ طبعا هم لديهم الأفضلية، المنتخب الفرنسي مثل الأرجنتين مثل البرازيل، المنتخب الفرنسي لديه نفس الحظوظ ولديه الأفضلية مثل هذه الفرق، ولكن هي جودة اللاعبين وأدائهم في المباريات وحالتهم الفنية. لكن أنا يوجد ماتش مباراة واحدة قد تفصلك وتخرجك من البطولة، ولهذا الفريق الذي يفعل المجهود الأفضل افضل ويستطيع ان يحافظ على التركيز هو من سيفوز. اذا ما وصلت فرنسا للمباراه النهائيه، مين الفريق اللي تفضل انك انت تواجهه في نهائي كاس العالم؟
أعتقد سيكون البرازيل والأرجنتين، وممكن الكرواتيا أيضا مع مودريتش. يوجد العديد من الفرق، وإنجلترا أيضا هو فريق جيد جدا، وكان وصل الى قبل النهائي في دوري في كاس امبريا. هذا يوجد العديد من الفرق الصعبه، ولهذا اعتقد ان هذا مفتوح للجميع، وسوف نرى من دور الثمانيه ماذا سيحدث. سنحدد على هذا الشكل. بعيدا عن الكره الفرنسيه، يمكن البطوله الاخيره لاثنين من اهم الاسماء في عالم كره القدم في العشر سنوات الأخيرة، كلام على ليو ميسي، على كريستيانو رونالدو، الاثنين حاضرين مع منتخباتهم. مين الأفضل ومين القادر على أنه يساعد منتخبه في الوصول للتتويج باللقب؟ أعتقد أن ميسي يمر بوقت رائع مع باريس سان جيرمان. يوجد له سنة من التوقع والأداء الجيد مع المنتخب الفرنسي. أعتقد أنه الأفضل. كريستيانو رونالدو ليس على نفس حالته، أنه لا يشارك، لديه العديد من المشاكل مع فريقه، هو لا يستطيع أن يعطي 100% من مستواه الذي اتفقنا عليه. واعتقد ان ميسي هو من سيكون اللاعب الرائع للبطوله، لانه في فورمه رائعه. اعتقد ان هذا ما يفضله عن رونالدو. مسيو كازوني، هسيب ملف كاس العالم خالص وارجع بيك فلاش باك كده. 29 سنه فاتت كنت واحد من افراد الجيل اللي حاول اولمبيك مارساي بطوله دوري ابطال اوروبا سنه 93 على ما اتذكر، ومن ساعتها غابت الانديه الفرنسيه عن منصات التتويج. ايه السبب في ده من وجهة نظرك؟ وامتى كمان ممكن نشوف مارسيليا وبي اس جي بيرجعوا مرة تانية للتتويج ببطولات أوروبية؟ أعتقد أن الآن باريس فقط هي من تستطيع أن تشارك وأن تؤدي وأن تنافس. هو الفريق الوحيد. باريس تمتلك مبابي وميسي، وتمتلك عدد اللاعبين الكبار ودوناروما. يوجد فقط باريس الفريق الوحيد المرشح أن يحصل على دوري أبطال، لا يوجد فريق آخر، لأنهم هم فقط لأنهم لديهم الإمكانيات المادية. هم يستطيعون أن يجلبون لاعبون أكبر وأكثر مما يمتلكون، وبالرغم من هذا لم يحصلوا على دوري أبطال حتى الآن. أعتقد أن باريس سان جيرمان بعد كل هذه الإمكانيات المادية لم تفوز، ولكن هو سيبقى هو الفريق الوحيد المرشح لفرنسا. هم يمتلكون المدرب الأفضل، اللاعبون الأفضل، ولهذا يجب أن يحصل على البطولة. ولهذا مارسيليا من الصعب أن تحصل على اللقب، لأن ليس لديها الإمكانيات التي تؤهلها لتفوز بدوري أبطال أوروبا، مثل ريال مدريد استطاعت أن تفوز بريال مدريد الخامسة والسادسة متتالية في وقت قليل. أنهم لاعبون ليس فقط عن طريق المال، هم لاعبون يمتلكون الرغبة في الفوز، والروح الفريق متواجدة دائما في ريال مدريد. ولهذا باريس سان جيرمان تحتاج أن تمتلك الإمكانيات المادية ومعها الإمكانيات الفنية. بمناسبة ريال مدريد، وقبل ما أختم لقائي معك، يمكن بعض الصحف أو بعض وسائل الإعلام في فرنسا حملت المسؤولين او حملت اداره ريال مدريد المسؤوليه في اصابه كريم بنزيما وابتعاده عن كاس العالم. هل بتشوف انه يعني وجهه النظر دي انت معاها او ضدها؟ وهل كان للمسؤولين في ريال مدريد دخل في استبعاد بنزيما من سكواد فرنسا في البطوله؟ أعتذر، لم أفهم السؤال بشكل. حضرتك تتحدث عن كريم بنزيما ومشاركته مع ريال مدريد؟ طيب، تحت شعار ليل بلو، انا واثق ان عشاق المنتخب الفرنسي في المنطقه هيتابعوا بشغف جدا مشوار الديوك الفرنسيه في كاس العالم. كل التوفيق بنتمناه لكم طبعا، ونتمنى نشوف ونتابع نجوم المنتخب الفرنسي بيتالقوا في قطر. شكرا جزيلا برنار كازوني، نجم الكره الفرنسيه ونجم نادي اولمبيك مارسي، كان ضيفنا في السادسه.